تعرف المعنى وروح الفاطمية. كانت تكليفا دون أهواء، كان إيمانا يا عزائي. حينما قالت موت أبنائي واجب شرعي لابن زهرائي، واجب شرعي لابن زهرائي. أجابت دعوة الدين في الميادين. وهذا مبدأ التقوى تجلى بالبراهين. نعم، أجابت دعوة الدين أجابت فيه الميادين. وهذا مبدأ التقوى تجلى به البراهين. نعم، لم تنتظر إحساسها، لم تلتقط أنفاسها، لم تعتذر، لم ترتبك، بل قدمت عباسها. الله، بل قدمت بل قدمت عباسها. أسهل أن ترى الأبناء ضحايا تغمض العين، ولكن دعوة الله وهذا القصد والمعنى. يا سهل أن ترى الأبناء ضحايا تغمض العين، ولكن دعوة الله وهذا القصد والمعنى. نعم، تفكيرها نحو العلاقة لا ينحني عند البلاء، إذ برهنت إثارها واستأسدت في كربلاء تفكيرها نحو العلا لا ينحني عند البلاء، إذ برهنت إثارها واستأسدت في كربلاء. والله واستأسدت في كربلاء. فيا لله من هذه المرأة عليها جرحها ما له وطأة، لأن الله قد جاءها طودا على قدر الهدى تملك الجرأة. عليك يا لله هذه المرأة عليها جرحها ما له وطأة، لأن الله قد جاءها طودا على قدر الهدى تملك الجرأة. مثال الصبر أم البنين، تفانى قلبها للحسين. مثال الصبر أم البنين، تفانى قلبها للحسين.